صباح الخير يا شباب. ناقص 12 يوم على أولمبيا إيجيبت اللي أنا هدخلها. أول حاجة بلعب ساعة كارديو الصبح كده على معدة فاضية، خلصت الساعة ولعبت شوية جناب كده وبطن برضو. بعد ما خلصت جهزت الأكل بتاع اليوم، جهزت شنطة الأكل كلها وشنطة التمرين. يلا بينا، قلنا نجيب شوية حاجات كده للدايت تنفعنا في الدايت. ده رايس كيك وده حظي في الدنيا عادي، ده سكر دايت هنحتاجه، ده سويت كورن برضو، مشروم هنحتاجهم برضو في الدايت بيسلونا. ومعاد التمرين جه ورحت كده ألعب شوية شيست على شوية باي على شوية كتف، حبة بقى كده بطن ميكس كده. يلا بينا ناكل. أحلى من حياتي، فول قوي كده.